كثيرون قد يجب عليهم الحج ولو متسكعين، أي وإن لم يكونوا مستطيعين، وبأن يحجوا حج البسطاء كما لو كانوا مثلا خداما مثلا، أو يحجون مع حملات ضعيفة من حيث المستوى، بسيطة من حيث المستوى. لكن كيف؟ أقول كثيرونها، لكن كيف؟ معلوم أن الحج إنما يجب بشرط الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن صحيح بشرط الاستطاعة، لكن هناك من يستطيع فعلا، يعني تتوفر عنده الاستطاعة فعلا، لكنه يسوف، يعلم أنه قادر على الحج لكن يقول لن أذهب هذه السنة، ولا يذهب فعلا، وينتهي موسم الحج ولم يذهب. هذا يتعلق الحج بذمته، يستقر الحج في ذمته، فيجب عليه بعد ذلك أن يحج ولو متسكعا، يعني في العام الذي بعده يجب عليه أن يحج، حتى لو لم يكن لديه استطاعة، حتى لو لم تكن لديه أموال، يجب عليه أن يقترض أو أن يتكلم مع جهة تتبناه مثلا، أو أن يذهب كادرا، أو أن يذهب خادما، أو ما إلى ذلك. يجب عليه مباشرة وفورا أن يأتي بالحج، لأن الحج استقر في ذمته، وذلك لروايات. لاحظوا مثلا هذه الرواية عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام الصادق عليه السلام: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك، يقول مو هالسنة، اللي بعدها لا، الثالثة لا، هكذا، وليس له عنه، عن الحج، شغل يعذره الله فيه حتى جاءه الموت، فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام. ولاحظوا هذه الرواية الأخرى وهي صحيح ذريح المحاربي أو المحاربي، يستند لها الفقهاء في هذا الحكم، وهي له رواية صحيحة، ومن عن الصادق عليه السلام: ومن مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا. معناها حتى يموت مسلما يجب عليه أن يبادر فورا بالإتيان بالحج. فمن استقر الحج في ذمته ولم يحج يجب عليه أن يبادر ولو متسكعا بأداء فريضة الحج. لذلك أقول أن هناك الكثير من الناس يجب عليهم الحج ولو متسكعين.